اهلا بجديد مشاهدينا الكرام، نتواصل معكم في صباح الشروق على الهواء مباشره. تموز، ممكن تستثمر في سوق النساء في كاس العالم؟ ممكن استثمار كويس بالمناسبه. نتواصل نتواصل أكيد. اكيد مع كل مشاهدينا الاحباب. والحياه عندها طبايع مختلفه جدا، لكن يا منذر الحياة في البادية عندها طابع خاص جدا، عندها طعم خاص جدا ولون خاص كمان. نحن من سوق النساء في كسلة حنمشي للبادية وتفاصيل البادية. مجرد ما تكلمنا عن البادية يا حساب لكل المشاهدين، ناس كثيرة ما شافت البادية، لكن مجرد ما تسمع اسم البادية بيتخيلوا حاجات كثيرة جدا، المساحات الشاسعة والخضرة والحيوانات والماشية والتفاصيل الجميلة دي. نحن ما عايزين نتكلم كثير عن الحاجات دي، عايزينكم تمشوا تشوفوها معانا، وأكيد نرجع نتواصل عبر صباح الشروق. ينحدر نهر الدندر من المرتفعات الأثيوبية باتجاه الغرب ثم الشمال، وقبل أن يلتقي النيل الأزرق في رحلته الأبدية وعنفوانه الطاغي، على شاطئيه الحياة والاستقرار والنماء حتى غدت المنطقة في مصافي المدن، لكن بداوتها لا زالت ظاهرة للعيان. فالمراعي الطبيعية الممتدة من حول البساطة والتقشف، وتبدو القسوة على بحياها، ومع ذلك فهي بالنسبة إلى أهلها نعيم مقيم لا يدانيه نعيم، وشقي من لم يجربها. فنمط العيش فيها لا يتطلب الكثير، على الأقل بعيدة عن المدن وزحامها. وبالرغم من ذلك فإن ضغوط الحياة المتصاعدة زحفت إلى البادية وطالت أهلها البسطاء، ومستهم بشيء من غلظتها. تلجأ رفاعة إلى موروثها الشعبي كلما حنت إليه، تجدد به عزمها وتروح به عن نفسها، لا سيما في مناسباتها الاجتماعية، لعله ينفس عنهم بعض الذي يعتمل في صدورهم، وبه يستعيدون ذكرياتهم الغابرة، وبه يجددون قوتهم. في إيقاعات النجارة وحركات الفارس وهو يعرض، تحضهم على مجابهة التحديات، تحديات الحياة. فالسيف هنا رفعه وهزه بقوة، كناية عن القوة الذي يمثله الرمز. توغلت قبيلة رفاعة من الشمال باتجاه الجنوب بحثا عن الكلى والماء، فهي قبيلة لا تعرف السكون، فهي راحلة مع مواشيها حيثما يتوافر الماء والكلى، حتى طاب لها البقاب في منطقة القويسي أو الدندر التي تضج بجمال الطبيعة. فقد جمعت ما بين الماء والخضرة والوجه الحسن، غير أن المرأة وهي تنتقل في البادية تحتاج إلى شيء من العناية. وهكذا تبقى البادية لأهل البادية، والكل هنا على طبيعته وسجيته.